بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم خليل الحراني في متابعة شرح الجابتر الأخير من مادة الفلويد جابتر 10. قبل ما أتوجه إلى شرح هذا الجابتر، بحب أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور أيمن العلوين، وهو دكتوري الذي درسني مادة الفلويد. له جزيل الشكر والعرفان على ما قدمه لنا من تدريس مادة الفلويد وعلى شرح الأمثلة. والملخص اللي بين إيديكم هو ملخص لهذا الدكتور الرائع، وأنا كنت يعني ببيضه من وراه. بالإضافة إلى أنه كل هذا الشرح اللي كان في الفيديوهات هو يعني صحيح أنه شرحي، لكن كل هذه الفائدة كان الفضل لله أولا، ثم لهذا الدكتور الرائع اللي أعطى المادة بكل يعني بالفعل بكل حق، فله جزيل الشكر. ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فله جزيل الشكر. وإن شاء الله كل هذا الفضل العائد أيضا يعود لهذا الدكتور الرائع في ميزان حسناته. حبيت أتوجه إليه بالشكر. والآن نذهب إلى شرح شابتر 10.